إذا الإنسان يريد اسم الله الأعظم الذي لو قرئ على السماء لانطبقت على الأرض، أو الأرض لارتفعت للسماء، موجود في آخر 6 آيات أو 3 آيات من سورة الحشر. وفي رواية أخرى: من قرأ سورة الحشر لم تبقى جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات 7 والأرضون 7 والهواء والريح والطير والشجر والجبال والدواب والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا له. بسيطة يعني، سورة ليست بالطويلة. وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا إن شاء الله.